من بعد يوم طويل ديال الصيام فحنا كنحتاجوا ان الوجبه ديال الافطار ديالنا تكون عباره عن وجبه جد صحيه. ملي كنهضروا على وجبه الافطار صحيه فحنا اول حاجه نفكروا فيها باش نفرقوا الصيام ديالنا. فحنا هنا كنفرقوا الصيام عاده بالماء والتمر، الفوائد الصحيه للتمر وكذلك لان الذات ديالنا كتكون محتاجه للسوائل. من بعد ما كنفرقوا الصيام ديالنا فحنا من الاحسن اننا نستهلكوا وجبه اللي تكون غنيه بالسوائل كذلك، واللي تكون وجبه سخونه واللي يكون فيها مواد غذائيه اللي حنا كنحتاجوها، فيها سكريات بسيطه وفيها بروتينات وفيها الياف غذائيه. وهنا كنهضروا على لي سيريال اولا الحبوب اولا خضر. يعني نبداو بوجبه الحساء اللي يقدر يكون عباره عن حسوه ديال الخضره او الحريره مغربيه اولا عباره على حسوه ديال الشعير ولا ديال القمح الكامل اولا حاجه واحده اخرى اللي تكون عباره عن تحضيرات من هذا النوع اللي كتكون غنيه بالسوائل وغنيه بمواد غذائيه اخرى وفيتامينات كذلك واملاح معدنيه. من مورا ما كناكلوا الحسوه فحنا كنرتاحوا شي شويه، ومن وراها كنتناولوا الطبق الرئيسي اللي ضروري خاص يكون فيه واحد الكميه لا باس بها من البروتينات ومن الدهنيات. هنا كنهضروا على دهنيات اللي هما صحيين عباره عن زيت زيتون اولا زيت نباتيه في الطاجين اللي كيكون ديال اللحم اولا ديال الدجاج اولا ديال الحوت اولا اي وجبه اخرى من غير الطاجين. حنا كمغاربه معروفين بالمشويات اولا اي وجبه، مهم في الامر هو ان يكون فيها بروتينات خضار وكذلك مواد غذائيه اللي كتسمح لنا باش ان الهضم ديالنا والامتصاص ديال المواد الغذائيه يدوز في احسن الظروف. من وراء الوجبه ديال الطبق الرئيسي والوجبه ديال الافطار فحنا كنحاولوا اننا نرتاحوا بالمواصلات الوجبه ديال السحور.